كنظن كاس افريقيا اللي دارت في كوت ديفوار واحده من احسن الكؤوس اللي دارت، الا ما نقولش احسنهم، لا من ناحيه التنظيم لا من ناحيه الملاعب ولا من ناحيه كذلك الحفاوه ديال الناس الايفوريين. واللي زاد الجمال ديال هادشي هو الجمهور المغربي، داك الثقافه تاعو بالطقوس تاعو كيفاش فرض راسو، كيفاش وصل الثقافه المغربيه لاكوت ديفوار، كيفاش عاوتاني وصل لنا حتى الثقافه ديال لاكوت ديفوار لينا حنا. يعني المغرب فيما كيمشى سواء بكره القدم او بالثقافه تاعو كيف فرض راسو، فهذا كنحيي كوت ديفوار على هذا الكاس.